سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم افائل، ومعكم كما طريق اللي كيجيب لكم الهميزات العقاريه، العروض اللي كتكون غزاله وغزاله بزاف كما هو الشان اليوم. غادي تقولوا لي بديتي الشكر من الاول في هذا العقار؟ اياه، علاش؟ لان كنهضر على عقار بواحد الفينيسيون اللي هي رائعه وبواحد الثمن اللي جد جد مناسب، ولكن بقات فيه فقط شقه وحيده. اليوم العقار اللي كنتواجد فيه بثمن ديال 30 مليون ونص، وممكن يكون هناك نقاش. كما كتشوفوا معايا مطبخ جاهز بالبالكون ديالو، ما نهدرش على الفرصاده، واحد الفرصاده اللي هي رائعه فيها الكاميرات. ونزيدكم هي ان هذا العقار فيه جوج ديال الواجهات. ثاني شيء السيدي اجي لالا، مرحبا بكم، اجي نبداو الامور بعدا من الاول ديالها. ثاني بالنسبه للباب والمدخل ديال العقار عندي هو هذا، جوج ديال البراطمات اللي كاينين، كاينه وحيده من هنا ديجا تباعت، الوحيده اللي بقات هي هذه. كنتمنى تكون من نصيب احد المشاهدين، نقولوا امين. اذا هذا هو المدخل ديال العقار كما كتشوفوا معايا. البيبان بيبان مقادين على حقهم وطريقهم، حاطين هبيطه زويونه. ونزيدكم شتي الموقع فين كيتواجد هذا العقار، موقع ممتاز. على ديك الموقع هنا راني كنتواجد بكم بمدينه مكناس، ومن هنا كنقدم التحيه والسلام للناس اللي كيشاهدوني من جميع المدن المغربيه وجميع الاحياء المغربيه اينما كنتم. كنقول لكم شكرا على المشاهده ديالكم وعلى الوفاء ديالكم لقناتكم افائل. كذلك الناس اللي كيشاهدوني من خارج اراضي الوطن كنقدم لهم التحيه والسلام. كما قلت بالنسبه للعقار اللي كنتواجد فيه هي شقه من فئه ديال السكن المتوسط، ماشي شي حاجه اخرى، بواجهتين فيها صالون كما كتشوفوا معايا، ونزيدكم على مقربه من جميع المرافق قريبه الحي ديال الرياض الزيتون. كتشوفوا معايا بالنسبه حتى للشمس مشمشه، فيها الاناره ديال اللاد، عقار اللي بالاناره ديال اللاد فو بلافون شو كيدايرين، بالكون في الكوزينه، ومازال غادي تشوفوا معايا الغرف. اما بالنسبه للفرصاده والواجهه ديال هذا العمار شي حاجه اللي واعره، صدقوني فاش كنشكر شي عقار كنا على يقين انه كيكون عقار اللي واعر. وكنتمنى تكون من نصيب احد المشاهدين ديالنا الكرام. الصالون ديالنا هو هذا، انتم كما شفتوا جينا صالون اللي هو مربع وزوين. نكملوا لا فيزيت ديالنا ولا بالنسبه للجوله ديالنا في هذا العقار. عندي هنايا طواليت ولافابو والدوش ديال صغيوري، لان هذا عقار من فئه ديال الحجم نقدر عليه نقول المتوسط جدا، وتا الثمن ديالو راه غزال. عندي هنايا المطبخ، شوفوا على المطبخ كي داير، المطبخ كله بالام دي اف، زليج لفي ولا داك لفي ديال زليج المغربي بالرخامه ديالو، بلافابو ديالو حجم واحد، ماشي داك لافابو الكبير اللي كيدير بلاصه. بالنسبه للبالكون فيها بالكون زوين، ونزيدكم حتى الشميشه مشمشه، وهادشي راه فيه جوج ديال الواجهات. شوفوا لي من غادي يكتب هذا العقار هذا اليوم. بيبان هما هادو، بيبان مصاوبين زوينين. بالنسبه للصباغه حتى البلاتينيا، بلاتينيا اللي فريمون فينيا مزيان، لان شتي مع هاد اللمعان ديال الشمس كتبان بلاتينيا مزيان. عندي غرفه واحده اخرى هنايا، غرفه ديال الوليدات ولا ديال الوالدين. بالنسبه للسقف كله مصيب من القبس. هنا كما قلت كنتواجد بمدينه مكناس، بالضبط الحي على مقربه من الحي ديال الرياض الزيتون، ومقربه من الحي ديال جنان مكناس. اللي بغى يشوف هذا العقار بالضبط والبلاصه ديالو فين كيتواجد فما عليه الا الاتصال والتواصل معي. يعني كما قلت لكم بحال هذا العقار بجوج ديال الواجهات راه ما كاينش مفقود تماما في السوق، ولا ربما هذا هو العرض الوحيد اللي كاين دابا حاليا بالنسبه لينا كوكاله عقاريه اللي سميتها افائل في هذا الموقع هذا. وفيه فينيسيون اللي زعما حقا فينيسيون اللي هي غزاله. هذه الغرفه الاولى، سالينا انتهينا من الغرفه الاولى، غادي ندوزو الغرفه الثانيه اللي هي غرفه الوالدين. انتم كتشوفوا معي الابواب ديالها كيجاو بواجهتين اثنين، تاهي فيها الفو بلافون ديالها باللاد بالإنارة ديال اللاد، جوج ديال الواجهات، واجهات زوينين على مقربة من الطاكسي الطوبيس، أي حاجة احتاجها الإنسان في الحياة ديالو كاينة. وغرف اللي هما بحجم اللي مزيان، حجم اللي ممتاز.
كنتمنى اعزائي المشاهدين يعجبكم هذا العرض هذا. تنتوما الا كان عندكم شي عقار وبغيتو تحطوه في البيع فانا راه الخدمه ديالكم وراه الاشاره ديالكم، فيكفي الاتصال والتواصل معي. اذا كان معكم طريق في هذا العرض الشيق والعرض الممتاز والعرض الحصري، كنقول لكم الى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله عما قريب.